وما لم يكفل الشر الذي جنوه على البلد على مدى 18 سنوات والانهيار والتدهور الأخلاقي والتدهور السياسي والتدهور الأمني وكل شيء هذا لم يكفهم، ما زالوا الآن يخرجون على فصولا جديدة ويجلسون أمام المخابرات المصرية ويجتمع بهم السفير الأمريكي ليصدر لهم الأوامر ما الذي يصنعونه. هذا مثال هذه المؤسسات الموجودة في الغرب كيف هي تعمل على إفساد الحياة السياسية، يعملون أيضا على إفساد الحياة الأخلاقية وعلى القيم، ولهم فروع. وما يعني أقول هم مثل المؤسسة الدولية هذه مثل يعني مؤسسة لها إدارات، هذه الحقيقة إدارة مختصة بنشر الهروين والكوكايين والهلوسة والمخدرات في المناطق التي يريدون أن يزرعوها فيها مثل ليبيا الآن، يعني الآن أصبحت خط رسمي معبر ما بين أوروبا والجزائر، استجارة رائجة لإفساد الشباب. يعني هناك مؤسسات خاصة يعني إفساد الحياة الأخلاقية وتدميرها ونشر الفوضى والميوعة، تشميز به النفوس، مخالف للفطرة، مخالف لكل يعني أعراف البلد، يعني وصل الحد بالشباب إلى هذا المستوى. هناك جهات ترعى هذه المساوي وتربيها تحت اسم الحرية وتحت اسم يعني المبادئ اللي هم يتولونها، والفيسبوك ينشر وناس شباب وأولاد يعني فارغون، أسرهم تخلت عنهم وتركتهم للشارع ولرفقة السوء وللمدخنين ولأصحاب المخدرات وتركتهم لهذه المؤسسات الدولية التي يعني تصول وتجول في بلادنا وتعبث كما تريد ونحن نتفرج.